نسافر معه في ونترحل معه أينما حل نحن موجودون. وجدنا في الرباط، في شلف، في بشار، في بلعباس، في وهران، في أي مكان مهما بعد. ونحن قد حضرنا المغبرات الأولى التي كان وفاقنا خارج الخط أورشان، ولكننا لم نحزن بل راضون بالنتيجة، لأننا أول مرة نشارك في بطولة عالمية، واحتكاكنا بالفرق الكبيرة مثل ريال مدريد، سان لورنزو، المكسيك، سيدني وغيرها، وأول فريق جزائري يتنافس أو يشارك في هذه البطولة.